Não tá. Tá bom, escamar. Oh, man, gavi shik bal shababik ورق بال ورق بال هذا البورج. طب الاولاد بصيروا يصرخوا ايش في المدرسه؟ بدهم يطلعوا برا. طب قول لي ايش بصير ساعه ما يصير طخ انت؟ قول لي اياها مره واحده. بصير ازعاج والاولاد بدهم يروحوا، بدهم يسووا ايش ما بدهم في الهذا عشان ايش اليهود بطخوا عليهم. ليلة ليلة رصاص، يوم يوم رصاص، الرعب والخوف في بيتنا، يعني ما تتصورش كيف الوضع اللي احنا عايشين فيه. مش عارفة يعني كيف بقولوا انسحاب هم وفيش انسحاب، وأنا متأكدة إنهم مش راح ينسحبوا، لأنهم هم قاعدين بيسووا قلب جداد قبال البيت. حتى السطح أنا بخاف أطلع عليه أنشر غسيل أو أطلع أشوف برميل المي، أربع خمس مرات خرقوا البرميل المي اللي فوق عشان أنا ما أطلعش فوق على السطح. والله طول الليل ما بنقدر ننام من كتر الطخ، يعني كل ما الواحد بتسع عينه شويه ما بتلاقي الا الطخ، فجأة قام بقوم الواحد مرعوب وخايف، وبنعود ننام تاني مرة بطخ تاني، والأطفال دائما برضه خايفة و... بتمنى انه يكون انسحاب من قطاع غزه، اقل ما فيها بنخلص من الهم اللي هن، بس على ارض الواقع هان اللي احنا بنشوفه ما بعتقدش، يعني اليهود لحتى الان قبل ثلاث ايام عملوا قلب هيهم هنا، عقبالنا بيسووا قلب جديده.